هم دفنينهم قاطعينه ودفنينه عبال التليفون. بس يا خالتي بس يا خالتي دفنينهم قاطعينه ودفنينهم قاطعينه عبال التليفون. كانوا جيلوا كانوا جيلوا اللي هم عايزونا هنديهوله كانوا جيلوا بدل ما خرجوا قلوبنا على ايه بالنضنون. كانوا جيلوا قتلونا العمر كله قتلونا العمر كله دمرونا ودمروا حياتنا وخربوا بيتنا. شجينا ابننا شجينا مدى حياتنا ابننا شجينا مدى حياتنا. هخلف تاني من فين هخلف تاني من فين؟ هو بس ده عندك امي؟ هو بس ده عندك امي؟ ربنا يصبرك يا رب. ربنا يصبرك ربنا يصبرك وبلدنا فيها قانون وحق ابنك هيجي بقانون. بطلب بالاعدام فورا زي ما هم قتلوه في نص ساعه ما يقعدوش يتحكموا 5 6 سنين ولا شهر يتحكموا في يوم وينحكم عليهم بالاعدام. هم زي ما قتلوا ابني خلصوا عليه وقضوا على حياته ينحكم عليهم بالاعدام فورا فورا بالاعدام فورا. هم كانوا اهله عارفين ان هو اللي قتل امي؟ ايه ده عرفك؟ هم لما خدوه من هناك اعترفوا وطلعوه من هنا. لما خدوه من هناك وضربوه من هناك. مفيش مشاكل بس اللي انا فيه خالص. هجيلك. هم هما لما سخن فصل لوحده. فضحت بياكلوا وبيشربوا يعني علاقتكم كانت كويسه مع بعض وهم زارعين عندكم الارض زي ما بتقولوا. والنهارده لغايه النهارده ورايحين زارعين الارض وعاملين هو واكل على الارض النهارده لحد النهارده وهم داسمين النهارده الظهر. هو قاعد يعني انت بتقولي عامل لهم اكل النهارده وهم قاتلين ابنك بقالهم 3 ايام. مش عملت لهم مش هنا اللي عامل بدور على ابني مش هو اللي عامل اكل. عملوا لهم اكل وميه وطلبوا ميه وهم هناك الزرعه الثانيه يبقى احسن منها. طب احنا اديناكوا فلوس عايزين نخش تاني اوضه ما تطلعش من التليفون ما تطلعش من التليفون. كل ده عشان ياخدوا تليفون ابنك؟ عشان ياخدوا التليفون. هو ليه يعني التليفون كان نوعه ايه اللي معاه؟ ولا حاجه ده عادي ده جايبه بالجاسوس وبيشتغل مسدس وجاسوس. التليفون عادي يعني التليفون يعني 8 سنين. طب هو ابنك عنده كام سنه؟ 15 سنة لسه طالب. يوم السبت ده التعديل. يوم السبت امتحان. هو ده امتحان اخر السنة في التعديل. طب واللي قتله ده عنده كام سنة؟ اللي قتله ده عنده بتاع 25 سنة. غدوة معانا 25 خمسة 25 سنة. يعني مش واحد أربعة. وأبوه كبير بتاع 60 سنة هو داخل على 27 سنة. وأخته عندها بتاع 15 16 سنة. عصوبة.